لازم اغسل وشي. لعبتك انتهت يا بلفندر. اتمنى امنيتك الاخيرة، بس ما ضل عندي اي طاقة لحتى اتمنى شي بهذا الوقت. ليش بلفندر تخبى بالحمام تبعي؟ معناها مضطر اني استعمل حمام سونيا. على كل حال منيح انه تخبى هون، رح تكون مراقبته سهلة. وين الصرصور؟ هنيك هنيك، أنا شفت الصرصور بعيني. هو مجرد حشرة صغيرة، كيف ممكن حدا يخاف من حشرة صغيرة هيك؟ عن جد إنه أمرك غريب. شوفي ما في أي صرصور، هو هرب. بلا في صرصور ليشي، ليكو طلع هنيك منيح. إيه بس ما في صرصور هون ماليشكا، شو عم تعملي؟ أنا بجوز الغرفة مو لإلي، بس هو لساته زوجي، خليكي بعيدة. لازم تكون حذر بخصوص هاي الشغلات، رح أتصرف معك بعدين. لازم تتعلم كيف تتصرف لما الغربة بيقعدوا بهذا البيت ريشي. تعال معي. تحا إلكني فتحت ستي، بس على القليلة خبريني شو ناوية إنك تعملي. كل يلي قلتي من وقتها هو استنى وتفرج. أنت بس خليني أعرف شو رح تعملي، لأنه ابنك حبيبك ما عنده أي فكرة وما بيعرف شو رح يصير. حطيني بصورة موضوع يا ستي. استنى وتفرج. أنتي قليلي هلأ ستي. ما بعرف شو بدي أعمل، راسي عم يجعني، عطشان، بس لو في شي شغلة اشربها. ستي شو عم تعملي؟ الريحة يلي بحبها، عم شم الريحة المفضلة من حمامات الأغنياء. لا 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 لا، هاي الريحة مو من الحمام. معقول الريحة من المغسلة؟ أنا حاسس هيك لأنه عقلي عم بفكر بهذا الشيء. يلي متعود بيشم الريحة بكل مكان. لازم نام، لازم نام، وإلا رح موت. خلص بقى. مين كب الأنينة على الأرض؟ ردوا هذا الشيء ظلم. أنا بترجاكم لا تكبوها على الأرض. أنا بترجاك لا تتصرف.